السيد المهندس إبراهيم محلب دولة رئيس وزراء مصر، السادة الوزراء الأعزاء، السيد المحافظ زميل الفاضل أستاذ الدكتور نبيل نور الدين، السادة الحضور. الحقيقة أنا مش هتكلم كلمة، وإنما أنا سأذكر حقيقة، وهو أننا وقت وقوع الحادث الكثير منا لم يكن في مصر، وكان بودنا أن نكون بينكم جميعا وأن نحضر جنازة معكم، لأن من فقدوا أرواحهم أبناؤنا الأعزاء الذين نسعد بهم ونبني من أجلهم ونعمر من أجلهم من أجل مستقبل أوفر. السيد رئيس الوزراء بحق قال لي أنني أريد أن أذهب إلى سوهاج، ولكن بعض التكليفات الرئيسية وبعض الإنشغالات، مش إنشغالات على أنه يأتي إلى سوهاج، أمور لم يكن ليمكن تأجيلها على الإطلاق، وإنما أيضا طلب أنه إحنا ننتظر، دكتور نبيل كان الكلام بحق، ننتظر من السيد رئيس الوزراء لما يجي إن إحنا ننظم حفل تقديم، يبقى ما يجيش كده ويمشي، لا ده إحنا لازم يبقى في حفل تقديم وتقديم رسمي في الجامعة بما يغيب وبناتنا اللي فقدنا أرواحهن في هذا الحادث. لكن الإنسان كان ينوي أن يأتي على الفور وأن ما تروحش إلا معرفة مع بعض، ولكن هذا هو الذي لأنه إحنا كلنا مصر واحدة، كلنا نشعر بنفس المشاعر، كلنا آباء، وإنه الجامعة لازم تقوم بدورها، ودي حرص القيادة السياسية إنه تشارك الشعب المصري في كل وقت وحين، ليس فقط في أفراحه ولا في مشروعاته، ولكن حتى في أطراحه وأحزانه في كل وقت. ودي سياسة هذه الحكومة وبنعمل من أجل هذا. هذا لي بس كلمة حق أردت أن أسجلها، وطبعا البقاء والدوام لله، دول بناتنا زي ما الاثنين مليون اللي موجودين في الجامعات المصرية كلهم بناتنا وأولادنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهن جميعا المغفرة، وإن شاء الله ربنا يرحمهم، وهم بحق شهداء علم، جئنا لطلب العلم فهم شهيدات علم، وربنا يرحمهم إن شاء الله. ويشرفني أن أقدم بسيادتكم دولة رئيس الوزراء. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات، لا أجد كلام أقول غير إن أنا جاي لأهلي، جاي أقول لكم إنه بإذن الله هتعبوا زي ما بتعبوا السكنة مع الشهداء، إنهم فعلا شهداء علم. أنا كنت عايز أجي فورا، ولكن يمكن ما أجي النهارده، أنا فعلا أكرم هذه الأرواح الشهداء شهيدات الوطن معاه، يعني في حفل التأمين لائق فيهم الحمد لله في الصباح التقيت مع رئيس الجامعة والنواب وأساتذة بعض عملاء الكليات، طمنت على السيرة العملية التعليمية، وكان هناك هذه المطالب اللي ذكرها السيد رئيس الجامعة إن شاء الله بنعمل الطريق بيخلص في بإذن الله في نهاية شهر يناير بإذن الله، محطة المية برضه خلال شهر مارس بإذن الله 31 مارس. هذه المشروعات فعلا تم النهارده اللي بيقولوا عليها، تم مراجعة البرامج الزمنية، وإن شاء الله هنتابع وهتخلص المشروعات. جامعة سوهاج جامعة كبيرة النهارده برضه فيها تنطلق انطلاقه كبيره جدا، سواء من ناحيه المباني والاهتمام كده، الناحيه التعليميه اتكلمنا النهارده في السياسه التعليميه، اتكلمنا على التواصل مع الشباب، وفعلا نقل احمد للشباب لافكار هدامه، ويكون هناك تواصل ويكون هناك رؤيه لهذا الوطن تشارك فيها الجماعات. النهارده برضه نتكلم على سؤال، نتكلم على سؤال تحدثها جديدة إن شاء الله، هذا سيطرح للمناقشة إن يكون فيها رئيس صحراوي، وأيضا يكون فيها مواجهة تواصل مع واتصال مع البحر، بحيث إن يكون هناك شبكة من طرق تكون هي محاول التنمية، تكون محاول لتنمية كبيرة جدا في سوهاج، لأن الطرق أهم حاجة فعلا، إن شرايين التنمية يجرى دراسة النهاردة في كل محافظات مصر على مقومات التنمية في كل محافظة. الحقيقة يعني ده لمستقبل أبنائنا ومستقبل شبابنا، هذا
الان يود ان يكون هناك لقاء مع شباب الجامعه ان شاء الله بمبدا اللقاءات مع شباب الجامعات، ولكن نظرا لان فعلا احنا مش بنقطع من الموضوع الرئيسي، احنا جايين لتحرير الواقع. ربنا سبحانه وتعالى يحسبها مع الشهداء ويقول له بامر الله مكانهم في الجنه ترحم عليهم بالكرم، ابائهم وامهاتهم ويقول لهم انتوا اخواتنا والمصاب مصاب واحنا تألمنا فعلا يوم الحادث هذا زيكم، لان كل واحد الواحد شايف ان بيعتبر كل شاب ده ابن كل مواطن اخوه كل مواطن اخته، وبالتالي اي الم لاي مواطن بيجرح الجميع، وفعلا هي دي مصر ان احنا كلنا بنلتف في ساعة الشدة بنبقى ايد واحدة وبنحس ببعض، دي الشخصية المصرية. فأنا لا أجد كلمات إلا إن أنا أترحم وأكد قيمتهم وقوتهم فعليا. إن شاء الله يزوروني، يعني هناك عواصف، هناك أيضا يعني مساندة كبيرة، وقبل ما أجي في كلمتي وأجي في كلمتي للشباب، خدوا بالكم من بلدكم وحافظوا على بلدكم، خدوا بالكم من بلدكم، لأن الشعب لو فقد الوطن مش هيبقى عنده حاجة، وشباب لو فقد وطن مش هيبقى عنده حاجة. ناخد بالنا من الكلام ده، نعرف كلنا نعرف إن في ناس مصممة إنها تهد البلد، وإحنا مصممين كلنا إن إحنا نحمي بلدنا مهما كان. وفي نهاية الكلمة أوجه أيضا شكري للأساتذة الأبناء العمداء ورئيس الجامعة ووزير التعليم العالي، تحملون الأمانة وعليكم بذل المزيد من الجهد في التواصل مع أبنائنا وبناتنا في الجامعة وتوصيل الرسالة التعليمية بحيث أنها تكون أكثر من مطلوب، هناك تعليمي وهناك ثقافي وهناك أيضا يجب أن نكون في مجتمع احتوائي يحتوي الجميع طالما هو له حب وله إخلاص وله رؤية لهذا الوطن، أما من هو خارج أعباء الوطن فلا مكان له. مشكور والسلام عليكم.